السادات والسادة الحضور، يسعدنا الآن أن يكون معنا الدكتور جيفري ساسمن، عميد أول للأداء الأكاديمي بجامعة تكساس، وندعوها الآن لإلقاء كلمته. Please welcome Dr. Jeffrey Sussman, Senior Associate Dean of Educational Performance. Dr. Sussman, the floor is yours. Well, thank you very, very much. شكراً جزيلاً. السلام عليكم. وهي الكلمة الوحيدة التي أعرفها، لذا كونوا معي بينما أتحدث باللغة الإنجليزية. أشكر في البداية أشكر دولة معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وسيادته وسيادة الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ. أشكركم لحضوركم اليوم ولكونكم جزءا من هذه الفعالية العظيمة. والتي نشأت من الصفر تحديدا وتحولت إلى ما نراه. يمكنكم أن تروا أنني من تكساس لأن لدي هذه القبعة، وفي تكساس إن الجو حار للغاية، لذلك نرتدي هذه القبعات. إن الفرع الطبي لجامعة تكساس فخور أن يكون شريكا في هذا المشروع، وبالنيابة عن رئيس الفرع الطبي لجامعة تكساس، والذي للأسف لم يستطع أن يحضر معنا. بالنيابة عن سيادته أريد أن أشكركم على هذه الشراكة العظيمة. إن قيادة الفرع الطبي لجامعة تكساس تقف داعمة لطلابنا، وإننا نتعلم منكم كما تتعلمون منا على حد سواء. إن افتتاح هذه الجامعة لقد مضى فقط أقل من سنة من نوفمبر 2023، فإنني تفاجأت عندما رأيت مدى الإنجاز في فترة قصيرة جدا. إن هذا يأخذ عادة عقود مننا في الولايات المتحدة لننشئ شيئا كهذا المشروع، وليس وقت قصير كما هو الحال هنا. إننا نرحب بالطلبة الذين سوف يأتون لتبادل المعرفة معنا في الولايات المتحدة، وسوف نتعلم منهم ويتعلمون منا. في مارس رحبت أنا وأصدقائي وزملائي بسيادة رئيس بادية وسيادة المهندس محمد الرشيدي، وتعلمنا معا كيف نخلق شراكة قوية، ونستطيع أن نترجم ذلك إلى تطور عظيم ليكون ما نشهده هنا اليوم. دعوني أقول لكم قليلا أو أحدثكم قليلا عن الفرع الطبي لجامعة تكساس. إن الفرع الطبي لجامعة تكساس هي أقدم جامعة في تكساس، وهي ناتج بين شراكة من جامعة أوستن وجافستون. إن كلية الطب في 1891 تم إنشاؤها. لدينا كلية الصحة العامة والطب بالفعل، وكلية التمريض أيضا. لدينا 4 مستشفيات في المنطقة الجنوبية لتكساس، وأنفقنا 3.2 مليون دولار على هذه المشاريع. لدينا أكثر من 100 عيادة، ولدينا واحد من أصل معملين فقط يستطيعون التعامل مع بعض الأمراض وبعض الطفرات الدقيقة في العالم بأجمعه. لذلك لدينا البحث العلمي ولدينا التعليم، وما ينقص ذلك هو الناس والطلاب. إننا
سعيدون لنكون جزء من هذه الشراكة العظيمة. وإن زملائي كلهم متحمسون لهذه الشراكة وفخورون بها. في النهاية أهنئكم على هذه الخطوة العظيمة في شراكتنا التي بنيناها معا. وإننا نرى تطورا مستمرا، وسوف نستمر لنرى هذا التطور في المستقبل. شكرا جزيلا.